النشرة الرياضية المفصلة من الميادين، أهلا بكم. قضية ضخمة أكبر مما يتخيلها الناس، يبدو أنه سيشف النقاب عنها في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم. مصدر مطلع أبلغ وكالة رويترز حصريا قبل قليل أن لجنة القيم الفيفا تحقق في العديد من قضايا فساد بوتيرة سريعة، وتوقع منع المتورطين من مزاولة نشاطهم في اللعبة مدى الحياة. ودائما بحسب المصدر فإن التحقيقات تشمل عملية التصويت على تنظيم مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، إضافة لتوزيع واستخدام مخصصات التطوير والتلاعب بنتائج مباريات. وأضافت المعلومات أن هناك عدد قضايا أكبر مما تخيل الناس، ويوجد تصميم على ملاحقة المتورطين، وأن أيام العقاب لثلاثة أشهر فقد ولت. في أول تصريح رسمي له عقب انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزية، المهاجم الإسباني الدولي بيدرو رودريغيز يقول إن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو كان أحد أسباب انتقاله من نادي برشلونة إلى البلوز. لقد أجرى سبيشال وان عدة مكالمات هاتفية مع اللاعب، وقال له أنه يحتاج لتحسين الفريق. ابن 28 عاما اعتبر أنه من الرائع التواجد في ستانفورد بريدج، وأن المنشآت أبهرته، وقد عمله زملاؤه الجدد بطريقة جيدة. وبانضمام بيدرو ارتفع عدد اللاعبين الإسبان إلى 4 إلى جانب سيسك فابريكاس وديغو كوستا وسيزار أسبيلكويتا. والآن إلى جولة الصحف مع أماني مهنا. شكرا لك عبير والسلام عليكم. نبدأ من إسبانيا وتحديدا ماركا. على غلافها انتقدت مشروع مدرسة لاماسيا، كتبت رحيل بيدرو يؤكد تراجع مشروع البرشا، فانغال رفض تجديد تعاقد دخيا قبل عام والآن يمنع رحيله عن مانشستر يونايتد، جودين يجدد تعاقده مع أتلتيكو مدريد وتقليص الشرط الجزائي في عقد المدافع. زميلتها آس اهتمت بخبر إعارة أسينسيو من ريال إلى إسبانيول، وكتبت بنيتاز حفزني على المضي قدما، النجم الصاعد لريال مدريد وصف انتقاله إلى إقليم كاتالونيا بالخطوة المتقدمة في مسيرته. في إيطاليا وتحديدا لا غازيتا ديلو سبورت، توني يختار ملوك الأهداف إيغوين وزيكو وإيكاردي، رومانيولي أنا أدافع مثل نيستا ولدي لمسة زيدان، فاليرو فلورنتينا سينهي الموسم أفضل من الميلان، يوفنتوس يعيد مانزوكيتش وفشل كبير لدراكسلر، وإنتر يبحث في ألمانيا. عنوان بنكهة خليجية خالصة خرجت به الشرق الأوسط السعودية اليوم، حب الخشوم هو ما سيحدد مصير خليجي 23 في الكويت، وفيه أن اللجنة المشتركة من أمناء السير في الاتحادات الثمانية لن تتراجع عن موقفها بشأن عدم جاهزية الكويت لاستضافة المقررة نهاية العام، وأن اللجنة سترضخ لاحقا للأوامر العليا بإلغاء قرار التأجيل. إذا كان محقا في السمع والطاعة طلال الفهد مطالب بالاستقالة. في مقال القبس الكويتية كتب محرر الشؤون الرياضية، لقد جنى رئيس الاتحاد على نفسه وعلى الكرة الكويتية، لأنه هو من تسبب بوصول الأمور إلى ما هي عليه جراء عدم تعاونه مع وزارة الشباب والهيئة. نختم هذه الجولة مع الرأي الكويتية أيضا، وفي الرأي الكويتية إذن السرقال للراي، سنلعب في الكويت ولو على ملاعب ترابية، رئيس اتحاد القدم الإماراتي، ما يربطني بالكويت أقوى من أن يرد لها طلب. مع هذا العنوان وهذه الصحيفة الكويتية نختم الجولة الرياضية الصحفية، وعودة إليك عبير لاستكمال النشرة. شكرا لك أماني. السبعية المونديالية التاريخية خارج نطاق مباحثات بين روساف وضيفتها ميركل. رئيسة البرازيل قالت ممازحة إن لقائها بالمستشارة الألمانية لم يتطرق إلى الهزيمة التاريخية في نصف نهائي المونديال. روساف دعت ميركل لزيارة البرازيل مجددا برفقة الآلاف من الألمان كما في الصيف الماضي. بهدف الاثنين خسر ساو باولو البرازيلي امام ضيفه سيارا في ذهاب دور 16 من الكأس المحلية. وينجلتون كارفالو استغل خطأ دفاعيا من اصحاب الارض فافتتح التسجيل في الشوط الاول، وعزز رافائيل كوستا التقدم لسيارا من نقطة الجزاء منتصف الشوط الثاني. لاعبو ساو باولو اخفقوا في الاستفادة من الفرص القليلة المتاحة الى ان خلص الكسندر باتو النتيجة.
بمعجزة قلب بوروسيا دورتموند تأخره بثلاثية مبكرة أمام أود جرينلاند إلى فوز بأربعة أهداف. في غضون 22 دقيقة أتخم الفريق النرويجي شباك ضيفه في ذهاب الملحق المؤهل لدور المجموعات من الدوري الأوروبي. استفاقة أوباميانغ وتشينجي كاغاوا وهيريك مختاريان رجحت كفة الفريق الألماني من جديد. الفوز الهزيل قرب أسود فيستفاليا من دور المجموعات قبل استضافة الإياب يوم الخميس المقبل. Gündoğan, Batze. Warten, was der BVB hier noch zu bieten hat. Mit Marcel Schmelzer und das ist der Ausgleich. بركلات الترجيح تغلبت البرتغال على روسيا ضمن نهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم الشاطئية في بارنو الإستونية. الأداء البرتغالي جاء بمستوى التوقعات أمام حامل اللقب ثلاث مرات في السنوات الأربع الأخيرة. الوقتان الأصلي والإضافي انتهيا بالتعادل بثلاثة أهداف ليحتكم الجانبان لركلات الترجيح. الحظ ابتسم لسيساوي أوروبا بثلاث لاثنتين قبل لقاء فرنسا، فيما تلعب روسيا أمام سويسرا في الجولة الثانية من المنافسات. من تركيا يرفع منتخب ليبيا شعار نكون أو لا نكون. فرسان المتوسط يتطلعون لإحياء أمالهم في تصفيات أمم أفريقيا ويستعدون بقيادة الإسباني كليمنتي لمباراتهم الهامة ضد الرأس الأخضر، وخلط الأوراق في المجموعة الثانية مبتغاهم. أحمد محيدي. الدفاع عن لقب بطل أمم أفريقيا للمحليين والتأهل إلى نهائيات كأس القارة السمراء فضلا عن تصفيات كأس العالم ثلاثة استحقاقات تنتظر المنتخب الليبي لكرة القدم في العامين المقبلين. خافيير كليمنتي يطمح إلى توظيف خبرته بغية النجاح أفريقيا ثم دوليا على الرغم من الأوضاع غير المستقرة أمنيا وسياسيا في بلاد عمر المختار. المدرب الإسباني اختار مدينة أنطاليا التركية للاستعداد للفترة المقبلة والتي تشهد مواجهة صعبة ضد الرأس الأخضر في القاهرة ضمن تصفيات بطولة أفريقيا والتي استهلها الليبيون بالخسارة من المغرب. ندرك أن المغرب والرأس الأخضر هما المنافسان لنا في المجموعة، هما أفضل منا نظريا لكننا نعمل يوميا لتحسين مستوانا بالرغم من النواقص الكثيرة. أؤكد أننا نتحسن باستمرار ونلعب أفضل وهذا مهم للغاية بالنسبة إلي. مدرب إسبانيا الأسبق اختار 24 لاعبا بينهم ستة محترفين، وسيختبر كليمنتي تشكيلته في مبارتين إعداديتين ضد فريق الميناء العراقي ثم منتخب تنزانيا قبل المواجهة الرسمية المرتقبة. الأوضاع في ليبيا وتوقف الدوري أثر سلبا على جاهزية اللاعبين، لذا ينبغي القيام بعمل دؤوب في المعسكر لترقية لياقتهم للمنافسات. أما المحترفون فهم في وضع جيد، أعمل على إعداد اللاعبين وتحسين وضعهم لأن المواجهة ضد الرأس الأخضر مصيرية لي ولهم. لاعبو ليبيا يدركون حجم المسؤوليات لإسعاد جمهورهم المشغول بويلات الحرب الداخلية وينشدون انطلاقة جديدة عبر ضيفهم الرأس الأخضر وإن كانت المباراة خارج حدود الوطن. بعد فوزين نوعيين لتونس المضيفة ومصر في اليوم الأول، الجزائر تمشي على المنوال نفسه في ثاني أيام بطولة أفريقيا في كرة السلة، لكن المغرب رابع ممثلي العرب اصطدم بعمالقة السنغال في يوم شهد معاناة لأنغولا حاملة اللقب. عانى منتخب أنغولا كثيرا في ظهوره الأول ولم يقدم الصورة الكفيلة بتأكيد قدرته على الحفاظ على اللقب. أمام موزمبيق وجد فريق المدرب الإسباني مونشو لوبيز نفسه متأخرا بأحد عشرة نقطة في الربع الأول. أفضل لاعب في النسخة الماضية كارلوس موريس سجل 18 نقطة فيما فشل رفاقه في إيقاف المتألق أوغوستو ماتوس ونقاطه 25. المهم أن أنغولا استهلت حملة الدفاع عن لقبها بالفوز ب 84 نقطة ل 72 في افتتاح منافسات المجموعة الثانية. وفي المجموعة نفسها فعل عبد الحكيم زوينة ما بوسعه وسجل 27 نقطة لتجنيب المغرب الخسارة. لكن محاولاته باءت بالفشل لأن منتخب السنغال ظهر بحضور عال جدا بعد مباراة متقاربة كان الربع الثالث هو الفيصل فيها ما ساعده على الفوز ب 77 نقطة ل 71. إصرار السنغال على التأهل إلى أولمبياد 2016 عكسه تألق جورجي دينج بتسجيله 26 نقطة و15 متابعة.
وفي المجموعة الرابعة تجاوز منتخب الجزائر بدايته المتعثرة في الربع الأول ليتغلب على زيمبابوي ب 87 نقطة ل 67 بفضل تألق محمد حرات وتسجيله 21 نقطة و 12 متابعة، إضافة إلى بروز منير بن زجالة وتسجيله 4 رميات ثلاثية ليحقق 26 نقطة. إلى عالم التنس، وبعد مباراة ماراثونية استغرقت نحو 3 ساعات اجتاز أندي موراي عقبة البلغاري غريغور ديمتروف. المصنف ثانيا قلب تأخره بمجموعة إلى فوز باثنتين في ثالث أدوار سنسيناتي الأمريكية. النجم اسكتلندي ضرب موعدا في ربع النهائي مع الفرنسي ريشار غاسكي الفائز على مارين سيريتش. وعبر روجر فيدرر بسهولة إلى دور نفسه. السويسري أقصى الجنوب أفريقي كيفن أندرسون بمجموعتين بواقع 6 أشواط لـ1 في كل منهما. حامل اللقب 6 مرات يلتقي في دور الثمانية مع الإسباني فيلاتسيانو لوبيز الفائز على مواطنه رافائيل نادال بصعوبة بالغة. هكذا نصل مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا الرياضية المفصلة. لمزيد من أخبارنا دائما الميادين.net. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.